جديد في سبور ميكس. كنا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، لكن يبدو ان موضوع التحكيم قاعد يثير في الجدل. معنا بالتليفون امين برك الله، مرحبا بك امين. اهلا في اسلام، مرحبا بك وبكل الحاضرين معك. معنا مختار دبوس، احمد الصالحي، ذاكر الواتي، وكذلك سيريزا بوراوي. دونك شفناك هبطت تدوينه منذ قليل وحبيت تحكي على موضوع معين، خليك تعليق. والله تدوينتي هي تفاعلا، انا الحقيقه البارح حضرت معك في البلاتو وكان دخل الاستاذ مختار وتكلم على احد الاسماء اللي هو عبد الكريم العابدي، وقلت لك انا في جوابي اذا كان فما سمسره او سمسر هو ومختار، خاطر مختار زبده هذيك مساله تم ويقول لنا، ما نحبش انا ندخل في المساله هذيا ونقول اكس او ايكريك سمسار او غيره. لكن اليوم وقت اللي انا نرى تدوينه من قبل عبد الكريم العابدي يتوعد في الحكام ويلقي خطاب قائم على التهديد والوعيد وهو لا صفة له، وقت اللي يقول قرارات جاهزة ولا رجوع للوراء، تقولك انت بس تقول الكلام هذا. وقت اللي يقول جامعة قررت تسليط عقوبة الإبعاد، تقولك انت وشنية الصفة نتاعك انت. وقت اللي تقول بالنسبة لأي حكم دولي يمتنع جاهزة الجامعة كرة القدم مراسلة في الغرض، كيفاه عندك المعطيات هذه؟ تكون قال لك تسليط عقوبة الإبعاد النهائي وعن التحكيم والسلطة المسؤولة على علم بهذا الملف، هذه اللغة أو فرصة لغة السلطة راهية في عبد الكريم. أمين هو صحافي، نجم يكون عنده المعلومة. لا لا لا، ما هو صحافي، بيزيست، هو هم فرق وانت تعرف دائما معلنات، مش معناتها صحافي يتكلم بتهديد، ما عندوش حق بس يهدد. وقت يقول تزهيز انت صحافي تهدد الناس اسلامه، لا اخويا. وقت يقول تزهيز قائمه وكذا، هذا انسان يعتبر مش تهديد، يعني يظهر لي معناتها كانه تهديد من الجامعه، معناتها مش منه هو. شكونه هو السيد هذا؟ شكونه؟ ما صفته بالجامعه السيد هذا؟ شكون السيد هذا؟ اتخايل روحه السيد هذا قاعد يوقف في الراي العام وقاعد يوزع في رسائل للراي العام وللنوادي وللحكام، انا انسان فاعل وهو لا فاعل لا والو، حتى هو قاعد يوهم قاعد يقوم. وانا هنا نحذر الحكام، وهنا رسالتي للحكام، راهو هذا ما عنده حتى صفه، وهو باش يعينوا لكم هيئه جديده، تعاملوا مع الهيئه الجديده، تعاملوا مع الهيئات. وانا عندي ثقه في الحكام وللنوادي ايضا، رسالتي انه راهو السيد هدايا يحب يقول انا فاعل وعنده اتصالات، اذا عمل اتصالات بناس توا موجوده، معطي كمال يدير البارح في الليل وقت البارح وجمعتين التالي، وناس اتصل بها باش يكونوا ضمن الهيئه هذه ورفضوا، لانهم يرفضوا باش يكونوا دي ماريونيت وباش يكونوا بيادق عند السيد هذايا. السيد هذا لازم يتحمل مسؤوليته، ولازم الجامعه اليوم في كمال يدير لازم يبين شنو هي علاقته بالسيد هذايا، والسيد هذا اش قاعد يعمل وش قاعد يعمل. وانا نعتقد انه السيد هذايا قاعد يوزع في رسائل للحكام، خاطر هو اللي اتصل ببعض الناس اللي موجودين توا بحنا في كمال يدير باش يبين قوته وبس يبين فاعليته. انا امين يقولوا لي بعض الحكام عملوا معاينه للكلام اللي كتبوا على فيسبوك وباش يقدموا قضيه عدليه. انا بالنسبه لي انا لهم كامل الحريه، انا اللي يعملوا فيه الكل، لا تواصلت معاهم ولا نسقت معاهم ولا يهمني، لكني مساندهم وباش نبقى مساندهم. واللي يعتقد انه يهدد فينا بالسلطه، انا باش نقول لهم على بلاي فرد مره اسلام فرصه، خلينا نوضح المساله هذه والنظام العام، ونسمع في سي احمد الصالحي يحكي على انتخابات ويحكي على عادي هبط التدوينه، ويعني انا ولدي هبط التدوينه عنده راي سي عياش الزمان وسي زهير المغزاوي وسي قيس. لحظه خلي كمل بعد نعطيك تفضل امين راهو سي عياش الزمان وسي زهير المغزاوي وسي قيس صعيد قبلتهم هيئه الانتخابات، وسي قيس صعيد الناس تحب تبني عليه اللي هو دكتاتوري، هو قبل باش يكون في المنافسه ابعدوا بعد السلطه وبعد السياسه على المنطق هذا، وراهي اجهزت الدوله تعرف امين بركله شكون وتعرف عبد الكريم العابدي شكون، وعندهم كل المعطيات ويعرفونا. ويا هاي فرصه، هاي فرصه لا فرصه. امين خلي يتفاعل معك احمد الصالح، حاب يتفاعل معك. بسرعه هاي بسرعه. بس نوجه نداء للسلطه يا سيدي، هاي كل اجهزت الدوله خويا اللي خلونا في الرياضه اختارونا من السياسه. مثال لا خاطر هما يسيسوا في الموضوع، هما يسيسوا في الموضوع. انا كل امكانياتي وكل حساباتي الماليه اكثر شيء من هكا، وتليفوناتي وميلواتي وواتسابي وفيسبوك على ذمه الدوله واجهزتها. واضح جدا، ما عندنا ما تخافوا.
باهي امين. يحب وصلت المعلومه. يحب يتفاعل معك احمد الصالح. وفقط ملاحظه، عبد الكريم العابدي تجبد اسمه اذا كان يحب يتدخل معنا ولا يطلب حق رد، مرحبا به، تفضل احمد. انا اسلام تعرفني مانيش من انصارك التضامن القطاعي المقيت، وقت اللي يبدا زميل غلط نقول غلط، لكن اللي نشوفه اللي السيد امين بارك الله استغل سلطه علاقتك به والا سلطه انه يمر في مسكة فام ويرد على تدوينه نتاع اعلامي. ابريتو عبد الكريم العابدي اعلامي مرموق وعنده تاريخه، وهو اكثر واحد ملم بكواليس التحكيم في تونس تقريبا من 30 سنه، عنده علاقات وطيده مع كل الفاعلين في الشان التحكيمي، ويوصل حتى يعين حكام وديزاسيستون وهلا مجر. هذا مش معقول. هما سمحوا له يا اسلام يا امين. يا امين خليني نكمل بعد جاوبنت. امين ما تكلمش هذيك، ربي تعطيك الكلمه بعد تعقب. تقول فيه لحظه، تقول فيه بطريقه عاديه انت، اما مش معقول. هذا ليس ذنب عبد الكريم العابدي، هذا مش ذنبه. اذا كان هو يعني داخل في الكواليس وهو متمكن معناتها من 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 الكواليس، هذا كمان ذنب الناس اللي سمحت له. يمشي عين يمشي عين مذنب. لا عبد الكريم العابدي فاقوا به بعد 20 سنه سيتروتا. لا يا امين راهو انت رد الفعل نتاعك على تدوينه مبالغ فيها ولا تجوز ولا تليق. تاخذ الميكرو تاخذ سباس سباس نتاع ربع ساعه، ما نجموش نتواصلوا هكا. تاخذ سباس في ربع ساعه في اذاعه باش ترد على تدوينه قراو 10 من الناس ماكس. خلينا ندخل نشوف قداش من جامع عملوا عبد الكريم العابدي. مش معقول، انت عندك جاوب عبد الكريم، عندك النيابه العموميه والا عندك فيسبوكك، جاوب عليه بالطريقه. اما ما تستغلش سلطه الميكرو تهدد. ما قمتم به هو خزي وعار على قناة التحكيم. ماذا قدمتم كرة القدم التونسية انتم كحكام؟ 30 40 سنة خربتم كرة القدم، غيرتم نتيجة المباراة، نزعتم الاستحقاق من كرة القدم، وهذا عيب عليكم. في الآخر تتصرفوا كبلطجية، ما نجموش بلطجية، انتم حكام بلطجية. مفتر نقطع الميكرو، ما نجموش نحكيهم بعضنا. أحمد كملت سي بون، على شنو يتبربوا الحكام؟ سي بون وصلت. ماذا قدموا لكرة القدم؟ من فضلك الفكرة، خليه يقول كلمة معك سيدي يرد عليك، تفضل أمين بسرعة. الله عليك سيدي أحمد، الحقيقة توليو بلطجية الحكام خويا، دخلوه من الحبس، دخلوه من الحبس، مازال دخلوه من الحبس، يظلم فتح الحبس عندكم. ما معنى بلطجية يا إسلام؟ ما معنى بلطجية؟ تهديد السلم الاجتماعي يا أحمد، كلام خطير هذيك ربي. المرفق العام وتهديد السلم الاجتماعي، تو تشوفوا بعد ريكسيون تاع الجمهور الرياضي ضد الحكام. استنى الجماهير العريضة كيفاش تعمل مع الحكام بعد. العباد ما تسمعناش كلام ديكتاتوري هذا، تهديد السلم الاجتماعي مش ديكتاتوري. واضح واضح، تعطيه المرفق العام هذا. واضح امين. يا احمد السيد يتكلم، جاش تكلم فوق ما يسمعناش العباد، يسمعك لا انت لا هو. امين نختم معك. اي الكلام نتاع سيد احمد كلام خطير جدا جدا جدا، لا تهديد لا للامن ولا تهديد للمرفق العام ولا للبلاد باش تقف اذا الحكام عبروا عن رايهم وطالبوا بحقوقهم. اذا انتوما تحبوا تخليوا الحكم يعني ناس تنزل عليه، وانت تبحث يا سيد احمد، انت صحافي محمول عليك الفكر الحر، انت تبرر في انه سي فلان وفلتان يعين وله سلطه واحنا كنحبوا نقاوموا سي هذا تقول لي بلطجيه، فشكرا لك وخير الاعلام وخير الاعلاميين. مختار يحب يعلق بسرعه. والله يا امين بلطجيات عندك تعنيق، تو تقول نحن باش نقاوموا، تمشيتوا انتم سي وعبد الكريم موجود اهو. لا ما مشيناش، عندك 30 سنه وما عندك ما تعمل، ما صلحتش من داخل بتصلح من برا. خلينا نتكلموا يا امين. مختار يا امين من فضلك اسمعوا بعض جاوب تحكيوا مع بعضكم، يسمعوا ايش العباد. يا امين امين عبد الكريم موجود وانتم مشيتوا وفات الفاز نتاعكم، جات فاز اخرى فشلتم في انقاذ قطاع التحكيم. تشوفوا قطاع اخر تنجموش تنجحوا فيه. انا بالنسبه لي انا سؤالي يا امين باعتبارك مقرب من سيد نجوين، وينو نجي يا اخي؟ وينو في تونس؟ هي برا كلمه يخرج يتكلم امين، يزيك انت ما تخرج حتى بلا تونس. مقلقك انت؟ مقلقني لازم يخرج، انت ماكش قاعد تعطي في معلومه صحيحه. اشرب كذا ولا قاعد نعطي في المعلومه الصحيحه؟ ليه امين نحن حاجتنا ماكش فرد قيمه انت وناجي، راهو ناجي قيمته اكثر، هو ينجم يفسر. مختار واضح سي بون امين تفضل. قيمته اكبر وقيمته اقوى، هذا متفقين فيه، ومن قال عكس هذا؟ ولنا شرف انه عملنا معاه. اما تقول لي اليوم انت خرجتوا، احنا خرجنا وخدمنا بصدق، ودليل على انه الحكام يقول لك احسن فتره
سيب الحكام. أما سيب الحكام. سيب الحكام يا أمين، بربي يزيلا بربي يزي يا ولدي، دخلتهم في حكاية الحكام بربي يزي يا أمين، حاولوا قبل ما تخرجوا منهم خلي يرجعوا ياخذوا فليساتهم يزي يا أمين بربي يزي. اسمعني اسمعني اسمعني، النواة النيابة النيابة العمومية يا إسلام من هذا المنبر، أنا تفتح تحقيق في أنه ما يجري هذا ورحنا وثم تحرير. يا أخوي أنا مستعد للمسؤول أمام النيابة العمومية، وإذا أثبت أي هنالك نية للتآمر أو نية للتورط أو نية للتحرير أتحمل مسؤوليتي كاملة وعلى ذمة النيابة العمومية وعلى ذمة الجميع، وتليفوناتي وحساباتي وكل شيء على ذمة النيابة العمومية. واضح حول الله نكون اسمه حامية أنتربش بها واضح أنتربش واضح واضح خلي يكمل نعلق مع السيد وبعد نعطيك باش ما نرجعش نحكي مع بعضنا. شكرا ليك أمين على تدخلك معنا ويعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات. إذا طلب الكلمة قبلك نعطيه وبعد نعطيك أحسن. نسألك سؤال خويا سلام. اسألني تفضل. البرنامج نتاعك يتعدى مع شوية دول نتاع ولا لا حد تونس؟ لا نورمالمون يتعدى. والله فضيحة كبيرة، معناتها الناس كي تسمعنا تحكيم وسمسرة تحكيم وسمسرة شيع من العار. باه يا احمد راني نختم معاك الموضوع. انا راني موافق امين بركله في اللي قدموا ناجي جويني في 8 شهور للتحكيم التونسي، معناتها ما قدموا حتى حد وكانت عنده على الاقل النيه الصادقه في انه يطور قطاع التحكيم، وكنت اكثر واشرس المدافعين عليه وقلت لك راه مش باش يخليه ينجح، راهي فما منظومه مستحيل باش تخليه يخدم. هذه حاجه. ثاني حاجه، انا لو جيت مكان رئيس هيئه التسويه نهبط الديزينياسيون تاع ليزاربيتر تاع الماتشوات وفيها ليزاربيتر نحط من لوطه كل اربيتر ما يلتزمش يمشي زفر راديياسيون افي، عرفت مدى الحياة وخلينا نشوف شنو يصير. هذا رجل الدولة شيزمو يعمل، وسيد كمال يدير رجل الدولة ونستنى منه ياخذ القرار هذا. خلي تنحت بوريب تاع في البلاد، معناها انه كيف بوريب كل واحد نطلب فلوس يتردني يا احمد. لا فما فما لا لا فما مصلحه عامه. مصلحه عامه شنو؟ ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين مش عام مش عامين ثلاث سنين. فما تدرج فما تدرج يا اسلام فما تدرج. راهو الحلقه الفارغه الحلقه الفارغه العبيد ما يحبش تفهمها. كان خرج سينيش ولا خرج سي امين بركار نتاع النقابه نتاع ليزاربيتر خرجت ماهوش نتاع النقابه هو ودي عمل اكثر من نقابه تو يعرف في السياسه. وكنت نسمع فيه ما حبيش ندخل باش ندخل معاه كانوا يتصنتوا نقولوا راك انت سبب من الاسباب كما قال هو نجويني راهو يعرف في قهوه لبرا وانت راك دخلت الحكام ودخل وضع الدنيا كله والنيابه العموميه وفيسبوك واحد يا اخي شنو عمل ايريبي ما فهمتوش حب يعمل بعده هو التحكيم يقف. شفتوا هما خرجوا الحكام ماذا بهم الكل راديسيون افي ويقف قطاع التحكيم وتقف الكره حتى يرجع امين بركه الله يصير ويقف ويختار يا مختار راهو لي بتي ديتاي تاع الكلام راهي العباد ما تركزش. انت ايش قلت له تو؟ قلت له شوفوا حل باش تخرجوا من ليزاربيت. قال كي دبروا رؤوسهم البارح نوع واليوم كي خرج. لا لا من البارح البارح قال لك ماهيش مسؤولين على التحرك نتاع الحكام. والله قال لك احنا استقلنا وهما يعرفوا ما يصلحوا به. لا هو قال لك استقلنا ونسيروا. تعرف قاعد يعمل استقلنا ونسيروا خمس سنة بالعامية. معناتها انا خرجت في الشارع نتكلم عند الناس بعرفي وضغط عليه ومن بعد ندخل بالبيرو في شريكته نحب نخدم. يا ذاك راهي حاجه باهيه هذه مش حاجه خايبه راهي حاجه تحسب لي هو. سلام راهو لحظه لحظه بالله لحظه راهو كيما خليش كل شيء فما تعيينات حكام فما بطوله. وين تعيينات؟ قال لك جيب ناس اخرين غدوه نخرجوا. هو ما قال لك احنا ما خلينا شيء كي وقفوا ليزاربيتر ما فماش كوره هو واش قاعد يعمل؟ ليزاربيتر ماهيش باش يتزفر. قال لك ليزاربيتر سي وهزوا من بلاتو معاه رانا ماناش باش نزفروا لما تخلصونا في فليساتنا عندك الحق مش شنو مازال باش يسير هو. قال لك انا ما نخليه الفراغ. دي مش خلى فراغ دي خلى هو امين راهو ديما يحب القطاع ويحب يحمي اللي صار. ايه حساس يغيب هو توقف. لا لا اسمعني هو الاحساس النعسو هذاك الاحساس اللي عدا هو ناجي بعده هو الكره تقف وكل شيء يقف. انا فما حاجه نقول امين راهو عنده بوست اخر في التحكيم اللي هو الكاتب العام الوطني لجمعيه الحكام ما عادش في بالي لا موجود هو الكاتب العام الوطني. تو شفتوا رئيس الفرع اللي خرج حكايه فرع تونس اللي خرج حكايه فرع تونس برك هذاك الكاتب العام هو عنده بوست امين من جهه باش يقول مانيش متواصل مع الحكام. لا غلط هو كاتب عام معناها شفت بالله نحا نجي جويني ورجع. لا لا مش نجي وصف نحا ونجي حب يرجع الامور زاد خارج على الكره في النوار رجعوا اي رجعوا في النوار قاعد في النوار. هذا ما قلت للامين من قبل ما ترجعش في البوست هذا وتوا يتكلم هو لا صفه له امين. واضح باهي نمشيو فاصل موسيقى وبعد نكملوا نحكيوا على المنتخب اليوم المقابله مع جزر القمر.